حياكم الله وسعيد جدا باستمرار هذه الحلقات من برنامج مهارات ولقائي الجديد والمتجدد ومحورنا المهم مشاهدينا اللي يتحدث عن أبنائنا وبناتنا المراهقين والمراهقات. يمكن تحدثت عن السلوكيات والتغيرات اللي تطرأ في هذه المرحلة على المراهق بشكل عام، وذكرت الأسباب وذكرت أشكال العلاج لكل سبب، وسأستمر أيضا في الحديث عن هذه المرحلة الجميلة. نعم الجميلة اللي البعض يراها أنها متعبة ومرهقة عند بعض المربين وعند بعض أولياء الأمور، يقول لك المرهقة في بيتي مراهق وكأن في بيته وحش. لا، في بيتك شيء جميل، كائن جميل، في بيتك إنسان بدأ يقترب، بدأ يرهق، بدأ يقترب من ويستعجل في الوصول إلى مرحلة النضج. ما تبي ابنك وبنتك يكونون ناضجين يوصلون إلى مرحلة يعتمدون على أنفسهم في الحياة، هذه هي مرحلة المراهقة. لذلك كن سعيدا عندما تمتلك مراهقا أو ابنا أو بنتا في المنزل، فإذا استطعت أنك تتعامل وياهم بأكثر معرفة وكان عندك بعد معرفي في التعامل مع المراهقين، راح يساعدونك في كثير من الأشياء في الحياة حتى هم في هذه المرحلة، لأنه هو يقول لك أنا موجود، افهمني عشان أكون أنا ابنك، افهمني عشان أكون أنا بنتك، افهمني عشان أكون أنا صديق لك. المراهق عدد من الشخصيات، مو شخصية واحدة، ويقدر يشكل عدد من الشخصيات في لحظة واحدة، لأنه هو عنده تغيرات فكرية ونفس حركية وجسدية. كيف تستفيد منها في هذه المرحلة؟ أنت لما توجهها تكون قد استفدت منها. الفائدة لي أنا، إي نعم لك أنت الأب والأم، لما تساعده ولما يحبك. هذا المفتاح هو المهم. إذا خليته يحبك، وجهته، ما راقبته، من راقب الناس ما تهمل، ولا تجسس، ولا تجسس عليه بشكل مباشر وإن تبدو لكم تسوءكم، لا، ما تقوم بهذه الأعمال، أنت تقوم بالتوجيه والإرشاد بطريقة محببة للمراهق حتى لا يهرب. إن هرب المراهق من أي شخصية لن يعود لها إلا بصعوبة. لذلك استدرك هذا الوجود وهذا الموجود، و الاحتواء مهم من خلال بعدك المعرفي لهذه المرحلة. يجب أن نقرأ أكثر نحن كأباء وأمهات. لم يعد العالم كما كان في السابق، هدى أو على قولتهم خل الشارع يعلمه، ولا خل أصدقاء يعلمونه، ولا خل البيئة تعلمه، حتى المدرسة، المدرسة مسؤولة بحدود عن التربية والتعليم، لكن ليس بالحدود الكاملة، أنت اللي مسؤول عنه، وكثير من العوامل مسؤولة عن تنشئة هذا المراهق. لذلك أنت كن جزء من هذه العوامل، الجزء الأكبر، لأنه أول ما ينشأ في بيته، وأيضا يتذكر تلك الحياة السابقة اللي كان عايشها في مرحلة الطفولة في كنف والدينه وهذاك الدلع، ويفتقده الآن، لأن أنت تبي تخليه يعتمد على نفسه. في المقابل هو يحاول أن يشكل نفسه ويكون لنفسه شخصية قوية. كل هذه العوامل شلون تبي هذا المراهق والمراهقة يتحملونها إذا ما كان في مساعدات؟ وشلون ما يبي يصير عنده تغيرات سلوكية إذا ما كان يعلم بأنه هو من الداخل قاعد يتغير؟ وشلون ما تبي يكون أيضا مزاجه منقلب وسريع وهو عنده تغيرات قاعد تصير بالثواني؟ الثواني ينام ويقعد من باكر، ولا في تغير عنده في مزاجه، تغير في هرمونات، تغير في الجسد، تغير في الشكل، تغير هالمرحلة، هذه مرحلة الاستعجال، مرحلة السرعة، مرحلة القرب من. لذلك هو ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة، من مرحلة السعادة القصوى ومن مرحلة الملوكية اللي هو عايشها ويعتقد أنها ملوكية آنذاك، اللي هي مرحلة التنشئة، إلى مرحلة الاعتماد على النفس والتعب والشقة، وأن يكون شخصية قادرة على أنه يدير شؤونه. نعم هي مرحلة جميلة وذهبية إذا فهمناها إحنا كأباء وأمهات، وإذا هو أيضا استوعبها وكان راغب بأن نساعده وننتقل معه إلى المراحل الأخرى، وهي مرحلة النضج.
فالمراهق والمراهقة سبيكة ذهبية، سبيكة أنت تملكها بالبيت. تخيل أنه عندك في التجوري عدد من السبائك، لكن هذه السبيكة هذه ما تستفيد منها إذا ما تسقلها، إذا ما توديها للصواب ويرتب لك ويسوي لك شكلها جميل اللي هو الصايق طبعا، ويعدلها لك ويعطيك إياها بشكل جميل، وأنت عاد تظهرها للملأ بأجمل ما تكون. أنت اللي تقدر تسقل هذا المراهق من خلال استشرابه لتوجيهاتك، مو لمراقبتك، لإرشاداتك الجميلة اللي هو يقبلها منك. هل تقدر تخليه يقبلك؟ إذا قبلك هو قبل منك كل شيء، إذا ما قبلك ما قبل منك كل شيء. فلذلك احنا وجب علينا أنه نمتلك احنا كآباء وكأمات وكأولياء أمور أنه نمتلك هذه المفاتيح المهمة اللي من خلالها نقدر نصاحبهم ونسير معاهم إلى شاطئ الأمان، إلى مرحلة النضج ومرحلة أيضا التنشئة الجيدة في الحياة، وبالتالي يمكنني أنا أن أكون صديقا لابني، كما يمكنني أن أكون أيضا أب. أنت لا تنسى وما راح ينسى أنك أنت الأب اللي معه، لكن أيضا أنت أحيانا شكل دور الصديق، مثل ما الأم أيضا مطلوب منها أنها تشكل دور الصديقة لبنتها أحيانا علشان ترتاح لها، وبالتالي تتحدث عن شخصيتها وتتحدث عن همومها وتفضفض أكثر. والفضفضة علاج معرفي سلوكي جيد بالنسبة لهذه المرحلة، خاصة إذا كان يفضفض الأم وأبوه. أنا أغبط الأب والأم اللي يشكل صداقة مع ابنه وبنته صراحة، وأعرف أنه تعب حتى يعمل هذا الجسر فيما بينهم، والشغلة ما هي سهلة لكنها جميلة جدا، الشغلة ما هي معقدة لكنها تحتاج إلى عمل كذلك. أيضا أعزائي المشاهدين، يعني من السلوكيات اللي احنا تحدثنا عنها، تحدثنا عن تغيرات المزاجية المفاجئة، الانفصال عن الأصدقاء، الانعزال فجأة، وأيضا يوجد الانسحاب من الأنشطة التي كانوا يستمتعون بها في الماضي. أدري أن الحين اللي يشوفوني يتذكرون أبنائنا، احنا نذكر أبنائنا لما كانوا في الخامس والسادس، أي 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 هدية نشتريها لهم، أي لعبة يقبلونها منا وينبسطون فيها، وأحيانا نعرف شنو يبون، لكن في مرحلة المراهقة أنت ما تعرف شنو اللي يبيه، لأن اللي يبيه هو في عمق أفكاره. فلما تجيب له تحاول تذكره بالأنشطة القديمة يمكن ما يقبلها منك، ويمكن ما يسويها، وأيضا يمكن عنده مشاعر أخرى تخليه ما يحبذ هذا الأطار وهذه البيئة اللي تشكل أنشطة السابقة. فلذلك أنت لازم تعرف الأنشطة الجديدة، أنت الأب والأم والمربي، الأنشطة الجديدة اللي يحتاجها هذا الابن وهذه البنت في هذه في هذه المرحلة، لأنه يقول لك أنا مو الطفل اللي كان عندك، أنا شخصية أقدر ذاتي وعندي يعني ذاتي اللي أنا أهتم فيها وأيضا أغذيها، وبالتالي أنت يمكن تساعدني بس ما راح تشكل ذاتي كثر ما أفكر فيها أنا من الداخل. لذلك تشوف عنده انتقال من هذا النشاط السابق إلى نشاط جديد يمكن أنت ما يعجبك كأب وكأم. إحنا كنا قبل نحدد لهم أنشطتهم، نحدد لهم ساعات النوم، نحدد لهم ساعات الخروج إلى 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 أصدقاء، نحدد لهم حتى أصدقائهم. الآن أنت ما تقدر، أنت تقدر توجهه وتنصحه ويكون عندك فن في الحوار علشان يقبل نصيحتك وموعظتك، بالتالي يتبعك أو يرفض ويناقشك، وبالتالي توصل أنت وياه إلى نتيجة إيجابية للقبول في هذا النشاط اللي أنت تختار له. هل الأب والأم يقدرون يختارون أنشطة لأبنائهم المراهقين؟ نعم يقدرون، لكن يجب أن يعرف هذا النشاط بأن يتناسب وشخصية هذا المراهق أو هذه المراهقة المراهقة. لذلك عمره ما النشاط يكون نشاط جماعي يتفقون عليه الجميع من خلال اختيار الأب والأم. الأنشطة الجماعية للمراهقين يتفقون عليها المجموعة نفسهم، لذلك ترى أبنائك يتعرف على شخصيات جديدة في حياته لأنهم يشبهون في اختيار أنشطته، ويترك تلك البيئة السابقة في مشاركته في أنشطته لأنهم ما يشبهون في نشاطه. ولذلك ينتقل من ابن العم وابن الخال والأقارب والأخوان إلى أناس ربما يكونون غرباء لكنهم يشبهون في النشاط. لا تستغرب ولا تتضايق إذا شفت ابنك أو بنتك انتقلت إلى مجموعة جديدة من الأصدقاء والصديقات لأن وجد فيهم أنهم يشاركون في نشاطه اللي يحب. راح نستكمل معاكم إن شاء الله هالمواضيع وعن التغيرات السلوكية، لكن في الحلقة القادمة من مهارات